الفنان حسام السلاوي يؤكد على أنه مناسب لقمر طائي، ومن رافق نارين إلى اليونان شهد المزيد من التفاصيل. بعد عدة اتهامات للفنان السلاوي أنه أكبر من قمر الطائي وأنه غير مناسب لها، أكد الفنان السلاوي في إحدى مقاطعه أن سنه لا يتعدى 21 سنة. وبهذا التصريح أكد الفنان السلاوي أن الفارق العمر بينهم ليس بكبير. وأيضا نشر نورما ستوريات في زفاف أردني، علق على إحدى الستوريات وهو حزين متى موعد عرسي. وأغلب المتابعين توقعوا أن نورما يوجه رسالة لقمر الطائي. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ يا جماعة عمري 20 بشهر 9 8 9 8 9 بصير 21 بلمحش والله، بس انه احكي لكم ختيار صرت والله. بعد نشر نارين بيوتي ستوريات من سفرتها الى اليونان، لاحظ اغلب المتابعين ان هناك شخص يقوم بالتقاط صور لنارين، والكل انتبه الفضول لمعرفة من هو، حيث يذكر ان اليوتيوبر غاز مروان هو حاليا بدبي، وظهر اليوم في منزل صديقة نارين المدربة نادين. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ هاي حبايبي، كيفكن؟ شو اخباركن؟ حبايبي بدي اقولكن شي، حاليا سيارتي انا مو معي، سيارتي عم اعمل فيها شي خرافي حتستغربوا منه كلياتكن، حتشوفوه قريبا ان شاء الله. فبهالفترة انا ما عندي سيارة، فاستأجرت سيارة من هاي الشركة، شكرا كثير كثير لهم عن جد ما قصروا. بدي من الكل يفوت على صفحتهم ويدعمهم، وثانكيو كثير.